السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال مع الله، ونتمنى أيضا أنكم تكونوا في صحة جيدة. دازت دابا تقريبا 5 أيام ملي غبت على هاد البلاصة هادي، ودابا عاد رجعت. هاد الناس اللي متبعين معايا 5 هاد الفلوقات اللي دازو راه عارفين هاد البلاصة هادي، بأن كنا جينا ليها أول مرة، كنا جينا ليها على رجلينا عند الصديق ديالنا اللي دازت علينا داك النهار هذاك. المهم هاد البلاصة هادي راه سبق لي وسجلت فيها تقريبا شي 3 ديال لي فلوق، وراه عارفين يعني الناس اللي متبعين راه عارفين هاد البلاصة هادي. وكما قلت لكم دابا دازت تقريبا 5 أيام، 5 أيام اللي دازت وعاد رجعت لهاد البلاصة هادي. وهاد البلاصة هادي شفتوا كيفاش كانت، الناس اللي شافوا الفلوقات اللي دازوا راه عارفين شنو كانت في هاد البلاصة هادي. راه كان فيها الفول والجلبانة والجعدة، والمهم كانت عامرة بالخضر هاد البلاصة هادي. وشوف ملي جيت دابا، جيت يعني كما قلت لكم شي دوزت 5 أيام بلاصة أخرى، ودابا جيت شوف شنو لقيت دارو. راه حيدوا داكشي اللي كان هنا كلشي، ودابا كيحرتوا هاد البلاصة هادي عاود كاني كيرجعوا فيها شي حاجة جديدة، يعني كيرجعوا فيها الخضرة وداكشي، كيرجعوا فيها شي حاجة جديدة حيت داكشي اللي كان هنا صافي يعني تسلل التاريخ كما قالوا. ودابا غتشوفوا يعني مازال شي باربه هنا، ومازال شويه ديال الجعده ولا خزو، المهم على حسب كل منطقه وكيفاش كتسميها. المهم مازال شويه ديال الخزو ومازال شويه ديال الجعده كاينين هنا في هذه البلاصه هذه. انا غادي نمشيو نقلعوهم دابا ان شاء الله بحول الله. انا شفتهم يعني كي غادي يحرتوهم وغادي يدوسوا فيهم بهذا الشيء هذا، يعني عزوا عليا. غادي نمشي غادي نقلعهم، وهما ما مسوقين لهمش يعني صافي، هما راه استغلوا هاد البلاصه هادي واستغلوا الخضره اللي كان فيها، ودابا صافي يعني حيدوا داكشي اللي كان هنا كامل، ودابا كيزرعوا يعني مسائل واحده اخرى، يعني كيزرعوا خضره جديده وغتطلع ان شاء الله بحول الله. المهم خليكم معنا وغادي تشوفوا كل شيء. بالنسبه للطريقه اللي كيخدموا بها، يعني طريقه تقليديه هي هادي كما كتشوفوا، يعني طريقه تقليديه كيديروا هاد جوج ديال البغال، وكيربطوا فيهم هاد العود هذا وكيحرطوا يعني عادي. المهم هذه هي الطريقه اللي كيخدموا بها هاد الناس هادو، اكثر هي كيخدموا بها هنا، اولا كيخدموا بالتراكتور يعني كيحرطوا بهذاك التراكتور، ولكن بحال هاد المسائل ديال الخضره وهذا يعني ما كيتصلح لهاش. المهم هما كيعرفوا لهاد الشيء هذا، انا ما نقدرش نفهم في هاد الشيء هذا. المهم انا دابا غادي نقلع هاد البربه هذه كما قلت لكم، هي شو كيفاش دايره، ما كتبانش مزيان، ولكن انا غادي نجرب، فهمتي، انا غادي نجرب نحيد نشوف شنو اللي مازال هنا، واذا كانوا مازال هنا شي حبات مزيان غادي نحيدهم. المهم هنا هاد البربه هذه، وكاين هاد خزو كاين هنا عاوتاني كما كنتو شفتوه من قبل، غادي نحيدوهم. لقينا فيهم شي حاجه هو هذاك، ما لقيناش نخليهم هكاك. هما راه ما مسوقين لهمش، هما كما شفتو راه ما كيحيدوهمش كاع. قلت لهم علاش ما تمشيوش تحيدوهم، قال لك راه صافي راه ما بقاش فيهم، فهمتي. المهم خليكم معنا وغادي نجربوا ونشوفوا شنو كاين. يلا يا الله، هذا هو اللي لقينا كما كتشوفوا، ولكن مازال فيها غير الحبات اللي صغار، يعني عندهم الحق الحبات اللي كبار راه خداوهم، هذا هو علاش ما مسوقين لهاش هما. المهم باقي فيها غير الحبات اللي صغار. بالنسبه للبربره هي كما كتشوفوا راه ما لقيتش فيها، مازالش فيها شي حبات اللي مزيانين، مازال فيها داك الحبات الصغيورين راه ما صالحينش. وبالنسبه للخزو راه كاين هنا شي حبات اللي مزيانين كنجمعوهم، وداك الشيء اللي ما خدامش راه كنخليه، وهذا هو اللي كاين. يلا صافي، هادشي هذا هو اللي كان في هاد الفلوق ديال اليوم. صراحه يعني غير جيت على غفله رجعت لهنا لهاد البلاصه هادي، ولقيتهم كيديروا هادشي هذا، وبغيت نبارطاجيه معكم، يعني تشوفوا الطريقه اللي كيخدموا بها وتشوفوا الطريقه اللي كيرسوا بها. المهم واحد الحاجه اللي بغيتكم تعرفوها، هذا هو اخر فلوق واخر نهار عندي انا في هاد البلاصه هادي، وهذا اخر فلوق عندي في هاد البلاصه هادي. يعني صافي دابا غادي ندي بلاصه، انا رجعت لهنا غير باش ناخذ حويجاتي كانوا مازالين هنا. دابا غادي ندي بلاصه، غادي نمشي لواحد البلاصه واحده اخرى، غادي نمشي لواحد البلاصه نتمنى ان هذيك البلاصه حتى هي تعجبكم، غادي نصور لكم تما شي فلوقات ان شاء الله بحول الله. نتمنى هذيك البلاصه تعجبكم اللي غادي نمشيو ليها غدا ان شاء الله بحول الله، وغادي يكون اخر مره غادي تشوفوا هاد البلاصه هادي هي دابا. ومني غادي نمشيو لذاك البلاصه اللي غادي نمشيو ليها غدا ان شاء الله بحول الله، غادي ندوزو تما شي ايامات عاوتاني، ومن بعدها غادي نرجعو في حالتنا ان شاء الله بحول الله. المهم هادشي كلشي كنبارطاجيه معكم، ما عليكم غير تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم اللي كتخليو لي في التعليق. والمهم هذا هو اللي كاين في الفلوق ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى ندي بلاصه لذاك البلاصه الجديده، وغادي نبارطاجي معكم الفلوق الاخر ان شاء الله بحول الله.